بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي ومتابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في لايف جديد. احنا النهارده موجودين يعني في لايف غريب عجيب هتشوفوه النهارده معانا. موجودين معانا الاستاذ احمد من المكفوفين، ولكن بسم الله ما شاء الله الله اكبر. استاذ احمد بيصلح اجهزه الكمبيوتر والشاشات بطريقه عجيبه جدا. يعني خلونا في الاول بس نشوف الاستاذ احمد. استاذ احمد انت بتركب الرام؟ يعني انا مش عايز اعطلك عن الشغل، ركب الرام وهنتكلم. لا تمام يا فندم، تمام تحت امرك. يعني يعني بسم الله ما شاء الله ربنا منور بصيرته في الشغل وفي صيانه الاجهزه الكهربائيه والكمبيوتر والشاشات والغسالات. يعني احنا هنتكلم وهنعرف الحكايه ونعرف التفاصيل دلوقتي حالا، ولكن بعد الاستاذ احمد ما يخلص الجهاز اللي في ايده. دي كده الرامات ركبت. ايوه ده بعد المحمود ده الهارد. الموضوع بسيط خالص، بس الفكرة ان احنا ما نعملش غلط. يعني انت اصلا كن متعود وماسك الحاجة صح، عارف عيب قبل ما تشتغل. يعني مش تعمل اي حاجة وخلاص. انا عرفت مثلا ان عيب دون كانت مشكلة رامات، العيب كان هنا كانت مشكلة الرام. تمام. فانا غيرت له رامات خالص، جبت له رامات جديدة تانية مختلفة وركبتها بس. احنا كده ركبنا الهارد وركبت الكابل بتاع السيت اب بتاع الموبايل. نركب السي دي تاني. تمام. نيجي بقى للغطا بتاعه فين؟ بالعدلة برضه بمسك. الوش بتاعه لسه مخلوع. استاذ احمد اهلا وسهلا بيك، منورنا في شاشه ابو كبير ميديا. استاذ احمد انت يعني مش عارف اقول ايه، انت نموذج مشرف لكل المصريين، يعني مش لمحافظه الشرقيه بس، لا انت نموذج مشرف لكل المصريين. قبل ما نروح لقصه اللابتوب، انا عايزك تعرفنا بنفسك الاول، وتعرف الساده المشاهدين بنفسك، انت مين وتعلمت ده ازاي؟ انا يا فندم احمد عن استاذنك بس نعلي الصوت كده. انا بقول مشهور احمد رمضان من الشرقيه والزقازيق. انا خريج كليه اداب قسم تاريخ 2009. ما شاء الله حضرتك خريج كليه اداب. قسم تاريخ. يعني ايه المفروض ان انا كافحت وتعلمت في جامعه الزقازيق. اتعلمت بداية الكمبيوتر ده سنة 2002. الكمبيوتر بدأ معاك ازاي بقى وابتديت ازاي؟ يعني ايه اللي دخل دماغك في مجال الكمبيوتر؟ مجال الكمبيوتر انا لما سنة في التوقيت دون كان اللي عنده كمبيوتر كان بيقول لك كان من اغنياء القوم. في سنة 2002 ده مين عنده كمبيوتر؟ يعني ساري عربي. والدي الله يرحمه جاب كمبيوتر في البيت يعني، فاخويا بحكم انه بيشوف واخواتي بيتعلم بقى. هو بيتعلم عليه وكويس عليه، قالت لي يا عم شغل لي اغنيه، شغل لي قران، طب انا ما اعمل حاجه؟ يقول لي مش وقته. طب انا مش فاضي، طب انا في النقطه دي، طب انا محتاج لحد. طب ليه انا احتاج لحد؟ طب ما انا ممكن اقعد واقعد اعيط على نفسي ان انا بقى كفيف ومش لاقي اعمل ومحدش بيساعدني. لا. سمعت ان في كورس كمبيوتر، قلت اروح اخده، لو ب 1000 جنيه كان في توقيتها انا كنت هاخده، كنت اصرفه فلوسه. الحمد لله اتعلمت كمبيوتر، مبادئ الكمبيوتر ازاي تروح المفاتيح وازاي تشغله وتقفله.
لا ما استفدتش يعني ايه ما اكتفيتش بكده. انا سافرت القاهره في كورسات مدعومه وخدت اوفيس اوفيس كامل وورد واكسل واكسس وباوربوينت معلش انا اسف ازاي اوفيس يعني ازاي اوفيس انا اسف لو انا بسال السؤال ده انا اسف اتعلمنا اوفيس 2003 اللي هو وورد ازاي تعمل نصوص وتحرير وتنسيق النصوص والكلام ده كله. هتقول لي ازاي وانت مش شايف؟ اقول لحضرتك الجهاز ده الجهاز اللابتوب الكمبيوتر عامه الذكاء الاصطناعي فيه برامج صوتيه ناطقه بتتعامل معاك زي اللي بيشوف بتترجم لك صوتي تقول لك مثلا ديسك توب ماي كمبيوتر ريسايكل بن مثلا لوكال ديسك سي مثلا بتقول لك كل اللي موجود صوتيه وانت بتتحرك وبتتعامل. بعد ما خدنا اوفيس بقى اللي انت اصلا اللي هو في تحرير النصوص وتعمل شيت الاكسس بدات اخد اس دي ال لان كانت مطلوبه في التعيينات والحاجات دي. خدناها وخدنا الشهادات بتاعتها. ما اكتفيش بكده خدت برمجه خدنا صيانه برمجه كمان فيجوال بيزك ازاي تعمل اصلا مفتاح تعمل راديو باتنز اللي هي الاختيارات الحاجات اللي زي دي اتعلمناها ازاي تعمل اصلا برنامج من بدائيا. انت بقى هوديك اول الطريق وانت ايه كمل الصيانه خدنا صيانه اللي هو بتاع سوفت وير ازاي تعمل ويندوز وبرامج بتاعت الويندوز وتضيف اصلا برامج عليها ازاي والهاردوير خدنا بعض الحاجات اللي هي التاتشات اللي هي مثلا ازاي فك الجهاز. انا بقى كملت بالتجربه يعني سنه 2007 احنا خدنا كيسه زي دي فكيناها تمام الهاردوير بقى موضوع الهاردوير فكيناها وحطينا الكيسه البورده في كرتونه للتعليم لان ما كانش حد يعلمنا وقتها فكره الصيانه اصلا. فانت عرفت ازاي اصلا البورده بتتركب والهارد بيتركب ازاي والكابل بيتفك ازاي والرامه بتتعمل ازاي طب ليه الجهاز من غيرها ما هيشتغل ولا لا. فكره التعليم بالتجربه والحمد لله وصلنا بالنقطه دي مع معلومات مثلا من اللي احنا بنشتري منه معلومات من اللي احنا اتعلمنا منه حاجه فوصلنا بالمعلومات بالتجربه لحاجه كبيره جدا يعني الخبره بالتجربه. بس المشوار صعب طبعا المشوار كان صعب. انا لسه قبل ما اروح ان انت يعني قبل ما نطلع اللايف قلت لي انت اشتغلت حاجات كتير لسه واحنا بندردش كده قلت لي انت اشتغلت حاجات كتير. تعالى تعالى بس ايه اقعد اتفضل استريح تمام. انا سنه 2007 كنت باخد كورس كمبيوتر في القاهره كنت بطلع من الساعه اركب قطر الساعه 11 الصبح وارجع الساعه 11 ونص بالليل الزقازيق ده عشان اتعلم كمبيوتر. في نفس التوقيت دون اتعلمت كورسات كورس عطور ازاي تركب البرفانات زي ترينتي وهوجو وسكلابشر كمان كورس عطور يعني انت ما اكتفيتش بموضوع الكمبيوتر بس او صيانه الاجهزه المنزليه بس لا. اتعلمت ازاي اعمل مخللات كنا ننزل نجيب الليمون والجزر من سوق جمله والحاجات زي كده بنقطعها وبنعملها كنا نبيعها. اتعلمنا الشاورات ازاي تعمل شاور اصلا الصابون السائل والحاجات القطع دي احنا بنعملها يعني دخلنا في اكتر من مجال الموضوع لعب الاطفال عندنا لعب الشعبيه الاطفال دي كنا بنجيبها بنعملها اسمها تعبئه وتغليف بتعبيها مثلا تركب المصاصات في لعبه تركب ملبس مش عارف ايه لعبه البخت كنا بنعملها عندنا برضو مشروع تاني اتعلمناه موضوع السبليميشن السبليميشن دي اللي هو الطباعه على التيشيرتات طبعا على المجات اللي هي الحاجات اللي زي دي دخلنا في مجال تاني غير دون اللي هو تحف التحف والانتيكات. انا شايف ما شاء الله يعني الـ 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 الاسره منتجه بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. دخلت في مجال التحف والانتيكات والاكسسوارز اللي هي الصغيره دي قلت لي المدام برضو عندك اشتغلت في موضوع الهاند ميد والكلام ده اشتغلنا في الحظاظات والعقد والحاجات اللي زي دي. قول لي بقى انت قلت لي الموضوع بالخبره وبالممارسه وبالهوايه تمام طب جهاز الكمبيوتر سهل
تمام والاوفيس سهل. اه سمعت ان انت صلحت الغساله امبارح. انا فعلا عندي الغساله قعدت اسبوع. اللي انا اعرفه ان انت بتحب تعمل كل حاجه في البيت حتى في الكهرباء. في ادوات الكهرباء انت بتعملها لنفسك بسم الله ما شاء الله. ربنا ربنا منور بصيره حضرتك. ربنا يكرمك. قول لي ازاي؟ ما بقول لحضرتك يا فكره انت مثلا انا جبت حد صلح الغساله قبل كده ببقى قاعد ودني معه بساله يعني من الاخر بزهق ده بدي ليه ودي بتاعت ايه مع برضه بجرب وبشوف لان انا برضه من طبيعتي من صغري ما بحبش احتاج لحد اللي هو يعمل لي ابقى مضغوط عليه لا انا قال لك علمني ايه اصطاد وما تدينيش سمكه نفس الفكره لقيت المعايب المروحه بتاعت الغساله ما بتلفش فببص عليها لقيتها طلعت فيدي اتخلعت مكسوره فرحت خلعها والنزل جاب جرام مركبه موضوع بسيط خالص موضوع الانبوبه مثلا انا بركبها لنفسي بتاعت الانبوبه بتاعت الفرن بتاعت البوتاجاز مش عارف كذا بعملها لنفسي شغل الكهرباء مثلا المشترك باظ حاجه اتعملت فيش اتقطعت بعملها بس قلت لي انت عملت كذا مشروع مقله ومش عارف ايه وايه وايه علشان خاطر انت بتكافح انت ما بتحبش اخد من حد فلوس تاخد يعني كده تمام قول لي وخصوصا ان في معوق من المعوقات اللي قبلك اللي هي نظره المجتمع نظره المجتمع انا كنت رايح اجيب لب وسوداني المقله لقيت واحد بيقول يا شيخ تعالى قلت له بيقول لي اتفضل لقيت صاحب المحل اللي باخد منه لب قال له لا ده بالذات لا ده عزة نفسه ووضع ده بياخد مني لب اكتر من اي حد مش معنى هو كفيف مثلا ولا كده عاوز منك فلوس لا بالعكس ده هو يقول لك اديني شغل فدي انا فرحت بيها ان هو بيقول هو بيدافع عني مش يقول له اديله ناس تانية تقول لك يا عم ده كفيف اديله ولا غلبان احنا مش عاوزين دي احنا عاوزين ادونا شغل واحنا معاكم في اي مجال شغل صيانات تعبئه وتغليف اي حاجه مفيش مشكله رحت برضو في سوق الجمله في مره لقيت واحد وانا شايل حاجتي وماشي بقول له خد يا شيخ لقيته مديني قلت له لا امسك يا عم ربنا يكرمك مش هشحن يعني انا جاي اشتري مش جاي انا اشحن جاي اشتغل اشتغلت في مصنع كنت تعبئه وتغليف كنت بعبي شفت الفيديو شفت الفيديو طب المصنع يعني اشتغلت ازاي وتعلمت ازاي وابتديت تشتغل فيه ازاي اول يوم حضرتك انا يعني ممكن اول ساعه كنا الساعه مثلا 9 الصبح كنا هناك فبقول له انا هنشتغل ازاي انا اول ما اروح اصلا قبل ما اشتغل انا كنت صاحب المصنع قلت له يعني حاج انا دلوقتي عاوز اشتغل قال لي انت بتحفظ قران قلت له فتح كتاب عندي بحفظ اوراق قران بس انا مش عاوز فكره اولاده بس يا ابو بس يا بنت وبتاع لا انا عاوز اشتغل شغل اللي انا حاسس بيه قلت له قال لي طب ما انت اشتغل والاولاد على حسابي انا قلت له انا مش عاوز دي انا عاوز اشتغل بايدي ما انا عامله بيك من غيرك انا عامله عاوز اشتغل بتحب تعب ايدك بتحب تعرق ايوه شغلني بالظبط 3 ايام اول يوم او اول ساعتين يا جماعه احنا هنعمل ايه قالك انت بتعبي البتاع دي في الكيس 5 قطع او 5 بوابات في الكيس فمن اول مره اللي اخدت اللقطه عرفت بتعمل ازاي اشتغلت اسرع منه هاك انت شفت كده شفت الفيديو كده هتلاقي الموضوع ده لو انت بصيت اصلا ان حد خبره بقاله كتير كام سنه في الموضوع ده وانك لا ده بقالك شغال قصه بقى اللابتوب معلش بقى لو هوقفك تاني بقى تعمرك. وخلينا نشوف اللابتوب تمام اللابتوب دون ده عاوز شاشه هتقول عرفت ازاي انا نظري ضعيف شويه بقى بشوف شويه بدي اجربه لقيت ان نص الشاشه ابيض ونصها شغال فانا بنفك الفريم اهو الشاشه طلعت ايه طبعا هي واضحه اصلا هي مكسوره باينه تمام يعني
بيركب بقى البتاع بتاعتها بركبها تاني خلاص الموضوع بسيط خالص. قول لي بقى الرحله كانت صعبه؟ الرحله طبعا كانت صعبه لان الموضوع كان معوقات كتير. واللي احنا بنلاحظه في الوضع مش للاسف مفيش دعم. مهما عملنا ما بتحسش في دعم اصلا. انت مش عايز دعم مادي، انت عايز دعم معنوي. يعني زي ما اتكلمنا قبل التصوير، انت عايز دعم معنوي، عايز اللي يشجعك، عايز اللي يقول يتبنى الفكره. كان في، قلت لحضرتك ان في جمعيه مصر الخير كانت عامله الموضوع ده من فتره كبيره، ان هي شغلنا في شركات وعملنا اختبارات وكده، بس الموضوع تقريبا ما كملش او خدوا العدد واكتفى. انا عايزك بقى تيجي جنب المدام، يعني برضو رفيقة الكفاح بتاعتك. تمام. هي برضو من 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 يعني من ذوي او من ذوي الهمة. اتفضل يا شيخ محمد. تمام يا شيخ احمد. انت علمت المدام بقى كمان ان هي تتكلم، يعني تعمل حاجات. تمام. هاند ميد، وما شاء الله يعني الشغل العظمه دون. تمام. ده شغل المدام، وانت قلت لي انت رحت خدت كورسات معاها. زي حضرتك اولا، واحنا مبسوطين جدا ان احنا موجودين مع نموذج مشرف زيكو، اسره زوج وزوجه. يعني ربنا يبارك لكم في بعض اولا، وينور بصيرتكم يا رب. كلمينا بقى عن شغل الهاند ميد اللي انت عملتيه وتعلمتيه ازاي، والرحله كانت عامله معاكم ازاي. ايه والله انا بحب اعرف نفسي الاول من حضرتك. سناء السواعد دياب. انا اساسا غربيه، مسكنت راسي غربيه، قريه بوريك مركز بتول، واتجوزت هنا. يا مرحب بك في الشرقيه. يعني منوره الشرقيه. طبعا بدأنا بقى رحلة الكفاح من أول جواز، من أول شهر جواز طبعا. فتحنا مقلة لب، وبعد كده فتحنا بقى اللعب والحاجات دي. تمام. وفي اكسسوارات، بدأت أشتغل حظاظات وعقد. آخر حاجة بقى دي الاستنباط. اتعلمتيها ازاي، وكانت بالنسبة لك الموضوع صعب ولا سهل؟ هو في جروب نت، يعني شركة كانت منزلة اعلان ان حد يجي يتعلم تحف كشغل وظيفة كده، يعني وظيفة. فالمهم انا كلمتهم، ففي الاول كانوا معترضين ان الكفيف برضو كالعادة، معترضين ان الكفيف ازاي هتدخل تشتغل الحاجات دي. فقعدنا واتكلمنا معاهم وقلنا لهم برضو على الاشغال بتاعتنا، ولحد ما اقتنعت يعني. والحمد لله كان تدريب يوم واحد بس. طلع الحاجات الجميلة دي. هو ده من تدريب يوم واحد بس. فسبحان الله المدرب جزاه الله خير. يعني ادى معلومات كافية. وكان بيبقى معانا بصراحة يعني. يعني أي حاجة كان يجي يوريها لي، يجي لحد عندي ويوريني الحاجة دي. مدام سناء، حضرتك خريجة إيه؟ أنا آداب قسم تاريخ جامعة القاهرة. آداب، بسم الله ما شاء الله. انا شايف كتاب براين هنا. انا ما اعرفش طريقه براين عامله ازاي. انا خريجه معهد النور اصلا من طنطا، يعني بسم الله ما شاء الله. ده اسمه كتاب رياض الصالحين. تمام. تمام. رياض الصالحين. قرينا منه بقى صفحه 5. تمام. العابدين، بص معلش عشان بس ايه براحتك. يعني الكتاب اساسا كانت متمسح من فتره طويله عندنا، فمفتحتوش بقالي كتير، فتلاقي فيه حروف يعني ممسوحه جامد. فهيبقى التركيز، اللمس هيبقى بطيء شويه. بطيء شويه. ماشي. فانا ممكن بما اني عندي بقايا ابصار ممكن اقراها. تمام. يعني علشان تمام. المسح اللي هو فيه ده. تمام. ممكن اعمل كده. ومعناها ان كسر من في السماء في
الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أتى. قوليلي بقى قوليلي بقى انا اتكلمت مع الاستاذ احمد وعن رحله الكفاح بتاعتكم وازاي هو اتحدى نظره المجتمع ليه بانه يعمل حاجات ايجابيه ونموذج ايجابي وهو عايز يشتغل سواء في الكمبيوتر سواء في تركيب البرفيون مقله لب اكتر من مشروع تمام. التوفيق والنجاح من عند ربنا سبحانه وتعالى واكيد نظره المجتمع زي ما انت بتقولي كده كفيف تمام ولكن هو نور من الله الحمد لله. ازاي قابلتي نظره المجتمع دي؟ هو يعني بالطبع ان انا قابلتها لان انا من صغري فمتعوده على الوضع ده من صغري من يعني يعتبر انا مولوده كده فقابلتنا برضو يعني عقبات كتير بسبب برضو ان المجتمع بتاعنا هنا مش فاهم نظره الكفيف ايه. المجتمع عندنا هنا فاهم ان الكفيف او الكفيفه يعني ما بيعرفوش يعملوا اي حاجه من خالص ما بيساعدوش نفسهم يعني جت واحده انت قلت لي مثال جميل قوي قبل ما نسجل المجتمع اللي هو الشخص المبصر ما ينفعش يتجوز كفيفه فانا عايزك تقولي لي المثال ده أيوة. قدام اللايف أيوة بتاعنا انا بصراحه يعني انا سمعت الفيديو ده وبرضه من حضرتك ان انا اطلع ارد برضه على الفيديو اللي انا سمعته ده اولا انا سمعت الفيديو يعني عن طريق ما يعني بدون ذكر القناه بتاعتهم طالعين بيمثلوا ان مثلا واحده كفيفه وطبعا الكفيفه بتمثل الدور طبعا غلط يعني مش بتمثله برضه بتبكى ان هي بتمثله ان هي مثلا واقفه مرتبكه خايفه يعني بصراحه بطريقه غلط خالص. احنا عندنا المجتمع بتاعنا الكفيفه بتمشي لوحدها بتسافر محافظات تمام ربنا منورها بصيرتها فطالعين بيتكلموا طب ازاي انت هتتجوز واحده كفيفه طب مين اللي المفروض احنا عايزين واحده تخدمك مش انت اللي تخدمها طب انت هتاكلها وتشربها ازاي انت اللي هتلبسها فدي طبعا غلط يعني ازاي اساسا واحده هتخلي حد يلبسها طب فين ايديها من هنا طب ماشي نور البصيره مفيش احنا في كف بصر طب دي شغاله العقل شغال السمع شغال لكن مفيش اصلا ان كفيفه ما بتساعدش نفسها بنفسها احنا عندنا الكفيفه مكفوفه خالص 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 ما بتشوفش نهائي وبتعمل وتدخل مطبخ وبتطبخ وانا زمايلي جم هنا وكانوا بيدخلوا المطبخ وبيعملوا اي حاجه وبعدين انا كنت داخله في معهد النور في طنطا يعني فضلت ابتدائي واعدادي وثانوي داخله معاهم كانوا هناك بيعلمونا يعني كان في حصص اقتصاد منزلي كانت المدرسه الله يمسها كل خير او كانت تقولي امسكي الولاعه ولعي البوتاجاز انا والدي في الاول كان خايف كان بيخاف من فكره ان انا اولع البوتاجاز اطبخ اعمل حاجه من دي فكان خايف من النقطه دي قالت لي امسكي ولعي البوتاجاز فلما قلت لها ان والدي خايف قالت لي لا هو انت لما تتجوزي هتجيبي الجاره بتاعتك تولع لك البوتاجاز ولا هتطبخ لك؟ مفيش حاجه اسمها اولياء الامور تخاف من حاجه زي كده من بنتهم الكفيفه البنت بالذات لازم تفتح بيت لازم تفتح بيت انها تعرف تطبخ وتعمل كل حاجه. والدك اصلا كان رافض مبدا اللي هي اي حد تاخد تزوج حد كفيف ولا هتساعدك ازاي؟ هتطبخ لك ازاي؟ قلت له عندنا بيطبخوا وبيعملوا هو قال لي لما لقى ان سناء بتشوف شويه الى حد ما قال لي ماشي لكن هي ما بتشوفش خالص قلت له ما هو مبدا واحد مش فكره ان عندها نظر او ما عندهاش نظر هي فكره المبدا حابين نوضح بس ان هي عندها بقايا ابصار اللي هو اللي هو زي طيف كده يعني اقول لك دي مثلا لونه اللي هو الكتاب لونه ليموني او اخضر فاتح انا اعرف اشوفه في غيري مثلا ما اشوفوش
بس يعني هو الفكره كلها ان يعني ايه فكره الكفيف في العين بس، لكن عقل لمس حركي كل حاجه موجوده. هقول حاجه، كان موقف معلش بدون ما اتكلم حضرتك. انا كنت جيت اركب القطر من رمسيس والقطر بيسحب وركبت ودخلت من الناس لقيت اللي بيشدني من بره عشان ينزلني، هتوقع يا عم انا دخلت جوه سايب روحي نزلني القطر وهو ماشي ان هو خايف ان اقع. طب انا جوه انت هقع فين؟ فكره خوف الزايد وعدم الخبره. احنا لسه مكملين مع بقيه العيله الجميله والاسره المكافحه. احنا هناخد اخت الاستاذ محمد استاذ احمد وياسمينه. ياسمين دي بقى اللي شايله البيت كله على دماغها. قولي لي بقى، يعني انت العامل المشترك في البيت والمكوك كده في قلب البيت، الموضوع ماشي ازاي؟ بتساعدي احمد ازاي؟ دعمك ليهم عامل ايه؟ انا سمعت ان انت برضو اتعلمتي معاهم هاند ميد والكلام دون وبدات تشتغلي. هو اولا هم ما شاء الله عليهم بيعرفوا يعملوا حاجات كتير قوي هم من نفسهم. معتمدين على نفسهم اعتماد بشكل كبير. بس انا بساعد في حاجات مثلا انا معلش انا اسف انت انت المبصره فانت شايفه ازاي يعني بمساعدتك ليهم بتبقى ازاي؟ انت على طول عامل مشترك معاهم؟ بيبقى المساعده مثلا ان انا عايزين هيروحوا مشوار، ام يوسف مثلا ما بتعرفش تنزل لوحدها بنزل معاها، ما شاء الله احمد بيمشي في اي حته عادي مفيش مشكله. مثلا بحاول مثلا ان انا اساعد على قد ما اقدر مذاكره مع مع الاطفال، ما شاء الله هم معاهم اربع اولاد. يعني بحاول اعمل اي حاجه يعني هم ما شاء الله هي عليها برضو عامل كبير، فانا بحاول اعمل الحاجات اللي هي مثلا مش واخده بالها منها. ممكن مثلا في حاجات عشان برضو ضعف النظر او كده، ففي حاجات مثلا انا بقول لها خدي بالك من دي اعملي دي كمساعده مثلا اللي هو ايه بنبهها الحاجات عشان ما حدش يعني ما حدش يديها مثلا كلام سلبي او حاجه، لان حاليا مفيش حد بيعمل نظرة المجتمع صادمه شويه. ياسمينة تعالي بقى كده ياسمينة على رجل عمته. قولي بقى انت المكوك بقى بتاع البيت، يعني قولي لنا بقى بتعملي ايه بقى؟ نفس الوقت بابا طول النهار برا، لما بيرجع بيبقى تعبان خالص ميقدرش يعمل حاجه. انت بقى بتعملي له ايه بقى؟ بتساعدي ازاي بقى بنوته الحنينه بقى؟ تعملي له الاكل عملتي لي شيء جميل. تسلم ايدك يا ياسمين. زي ما انت شفتوا مشاهدي ومتابعي ابو كبير ميديا، احنا في اسره منتجه. يمكن نظره المجتمع ساعات بتبقى سلبيه، ولكن الاستاذ احمد تحدى نظره المجتمع. كابتن سعيد لطفي منورنا ومنور اللايف بتاعنا. استاذ احمد تحدى نظره المجتمع، هو وزوجته واسرته الجميله اللي مكونه من ياسمين ويوسف واخته ويونس وياسين، بس هما في الدرس ربنا يا رب يزيدهم. زي ما انتم شايفين بيتعاملوا في كتاب وطريقه براين، يعني الموضوع مش متوقف عند صيانه الكمبيوتر او صيانه الغسالات، لا ده هما ناس اسره مثقفه كامله. الاثنين خريجين اداب تاريخ وعلم نفس، تاريخ وتاريخ برضو. ده انت كنت صحاب في الجامعه بقى؟ لا التقينا مع بعض في كورس كمبيوتر. في كورس كمبيوتر؟ ايوه كورس كمبيوتر برضه. لا احنا بقى في التقرير المسجل هنعرف القصه الجميله دي منين. بس انا عاوز استاذ احمد، انت نفسك في ايه او بتطلب ايه؟ انا مش بطلب لنفسي حاجه محبانه. انا فكره ان انا عاوز ان العقبات والقوانين اللي موجوده بتعوقنا في الحركه. موضوع مثلا كارنيه الخدمات المتكامله، في مشكله في اصلا. استاذه حسناء الشاعر بتبلغك سلامها، هي من عندكم من البلد، من بلدك؟ من بلدنا.
اللي هو كان ايه خدمات المتكامله بتاعنا اللي هو اصلا اللي هو يعتبر اللوجو بتاعنا او اللي احنا بنستخدمه في 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 عقبات كتير احنا نطلعه اصلا في عقبه. اتنين استخدامه في بعض الحاجات متوقفه. ثلاثة موضوع الجوابات السياره والحاجات دي في قرارات تعسفيه للاسف موجوده. يعني احنا جينا نقدم عشان جواب احنا نجيب حاجه على قدنا جانا عاده مناظره اكتر من مره فطبعا دي مشكله ثالثه. ففي بعض الحقوق هو المراه ككفيفه هي تاخد معاش والدها مثلا او حاجه في حاجات كتير مش لاقيينها كدعم. بالعكس الدنيا بتضغط علينا مش بنلاقي حقوقنا كامله. بنحاول ان احنا بندور حتى من غير دي ان احنا نوصل للناس مش عارفين. ان شاء الله رب العالمين صوتك واصل زي ما احنا قلنا وبنأكد تاني ان حضرتك مش محتاج دعم مادي, حضرتك محتاج دعم معنوي, حضرتك محتاج اي خط شغل اللي هو اكيد اكيد في مشاريع الاسر المنتجه. والرئيس الاب عبد الفتاح السيسي دايما بيوجه وبيعمل سبوت على ذوي الاهتمامات الخاصه, فاحنا بنضم صوتنا لصوتك, بنضم صوتنا لصوتكم للرئيس الاب عبد الفتاح السيسي. اتنين من ولادك من ذوي الاحتياجات الخاصه او من ذوي الهمم اللي انت بتهتم بيهم طالبين من حضرتك شغل. ده كان اللايف بتاعنا النهاردة, معلش طولنا عليكم, ولكن الأسرة الجميلة اللي احنا موجودين فيها النهاردة أسرة جميلة جدا تستحق الرعاية والاهتمام. ده كان اللايف بتاعنا النهاردة, دمتم في رعاية الله.